بمناسبة قدوم العيد ازاي بتستعدوا في الحديقة هنا؟ جنينة الجيزة تبع سبع جناين كمان، وبيبقى اسادتها بتبتدي بان احنا نوقف الاجزات والرحاط عشان المعاملين كلهم بيبقى موجودين. في اتفاقات مع هيئة النظافة، في اتفاقات مع المطافي، في اتفاقات مع الاسعاف، بحيث يبقى والكشافة بتاعت كل منطقة هنا بتوعت كشافة الجيزة، بحيث يبقى معايا ناس تانية بتساندني لو اي مشاكل حصلت، لو طفل ضاع، لو اي حد جرح، لو يعني الحاجات اللي هي تساعدني. بالنسبه للجنينه بقى نفسها، احنا بنزود الاماكن الاستراحات بتاعت الناس، لازم على كل عيد بنزود كم المقاعد والبرجات الناس ممكن تقعد تحتيها وكده. بالفعل احنا السنه دي برضك عملنا اعداد كتيره، استراحات كتيره جدا. بيبقى عندي دايما لازم احب اجيب حاجه جديده الناس تشوفها ما تشوفهاش قبل كده. المره دي جايب مجموعه طيور كتيره جدا، بغوانات وطيور وفزانات موجودين في الجنينه في منطقه طيور بحري ومنطقه الزراف، بحيث ان الناس يعني تشوف حاجه جديده. ومجموعه من ثعلب الرمل على بروبل والفنك اللي هو المصري، برضك عاملين له عرض جديد جوه جنينه. عاملين شويه تغييرات في بيت الزواحف، وفيها برضك مجموعه زواحف كتيره. في بره زودنا الحاجات اللي بره، بحيث ان طلعنا في ورل، في قاضي الجبل، في اجوانات اللي هي بتاعت امريكا ديت. في مجموعه زواحف كتيره خرجت بره بيت الزواحف المغلق، بحيث انها تتعرض للشمس ويبقى في عرض جديد ان الناس تشوف. شغالين في عرض بنعمله مفتوح للنمور، يمكن ما نلحقش نفتحه قوي، بس هو هيبقى موجود. ولو تمكننا ان احنا الناس تتواصل، احنا الناس بتشتغل عندنا بالليل يعني عشان الناس تشوف النمور وهي بتعوم، وانها قريبه من الناس، انها تبقى قريبه ان شاء الله هيبقى عرض جديد يعني. الجنينه بقى اغلب شغلنا بيبقى على البوابات، وبيبقى فيه طقم من الدكاتره اللي هو خاص بالايه بالوقايه والعلاج يعني. لكن اغلب الشغل بيبقى على بوابات الجنينه، طبعا الزحام جامد قوي اثناء العيد. اسعار تذاكر العيد زي اي العيد غير العيد، هي 5 جنيه ثابته للبوابه الخارجيه، والاماكن الداخليه ب 5 جنيه الزواحف، 10 جنيه المتحف، 10 جنيه الجبليه الملكيه. اول يوم عندنا بيبقى شباب بس، ما فيش اسر. اول يوم مصر فيها عادات وتقاليد وكده، فاول يوم ده بيبقى كل موجودين شباب بس، وحتى بيبقى عددهم مش كبير، وبيمشي جينا تقفل بدري شويه، بيمشوا بدري سهرين طول الليل. يبتدي تاني يوم تبقى اسر، يعني تاني يوم العيد يبقى الاسر كتيره قوي. ايه اكتر مشاكل بتواجهكم في ايام العيد؟ ولادنا اشقياء شويه، بيحبوا يلعبوا في كل الحاجات. احنا بنتمنى ان هم يعني ايه يحبوا الجنينه عشان تفضل موجوده. هم الشقاوه بقى ان هم عايزين يمدوا ايدهم ناحيه الحيوانات، يرموا لهم حاجات المفروض ما ياكلوهاش. هل بيسببوا اذى للحيوانات؟ كتير جدا. فكره ان هم يرموا بقى سجاير للقرود، ولا عايز يرمي حاجه حراقه عشان يشوف القرد بيعمل ايه لما ياكل حاجه حراقه، او هو نفسه يتشعلق، دي موضوع كبير جدا. التسلق، ان كان تسلق الاقفاص بتاعت الحيوانات، واغلب الحيوانات تحت بدا انها خطر يعني. هو انت وصلتي لمكانه من كان بيته، فبيدافع عن بيته، ممكن هو اصلا مش مؤذي، بس تواجدك في الحته دي بتخليه بيدافع عن نفسه كانك تدخلي بيت حد. فببقى ممكن حد يتجرح، ممكن الحاجات دي. والتسلق بقى بتاع الجبليات بتاع الجنينه دي مشكله فظيعه جدا، برغم ان اليوف موجوده في كل مكان، لانهم بيصروا ان هم يتسلقوا عشان ياخدوا صور يعني سيلفي من فوق يعني. زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا شركه امن، وعندي امن داخلي، وانا عامله نبطشيات يعني. في ناس بتمر في الجنينه اغلب الوقت، بس ده ما يمنعش من ان في لحظه الاخطاء بتحصل. هل بيبقى في مثلا عقوبات او غرامات للموضوع ده؟ لا، انا ما عنديش عقوبات، الا اللي هيعمل حاجه كبيره بسلمه لنقطه الشرطه. لكن مفيش غرامات بتدفع مثلا للتسلق او الاذى بالحيوان؟ لا، مفيش اي حاجه. احنا بنحاول نتكلم معاهم يعني. احنا ايه، احنا مرتبطين بالمحتكين بالشباب الصغير قوي، يمكن اكتر مكان فيه يعني اطفال بيدخلوا، واطفال مدارس والحاجات دي. فاحنا خدنا عليه ان احنا نتكلم معاهم، فاحنا بنفضل ان احنا ايه، بدل ما يبقى في عقاب يبقى في تفاهم، لان هو هيجي لي تاني مش في العيد بس، وهيجي لي تاني وتالت. فانا احب ما يجي يبقى ما كانش متضايق مني، فيبقى ما يجي يبقى بيحافظ على المكان عشان ما يبقاش متضايق ان حصلت فيه مشكله، ويبقى نفسه يجي يعمل فيه مشكله كمان مره. المناسبات بتاعتنا طول عمرها زحمه، ما لهاش دعوه بالزمن يعني، على طول زحمه. لا احنا يعني الحمد لله احنا كمثال اخرانيه، الاقبال كويس على جنينه يعني.